في كل يوم في إضافة جديدة لمركز علمي وبحثي متخصص لمنظومة المراكز العلمية اللي موجودة في مصر. مصر أطلقت أول مركز تدريب مشترك للبحوث البحرية في أفريقيا والشرق الأوسط، وتم اختيار مصر لاستضافة هذا المركز نتيجة لدورها المحوري في مجال علوم البحار، خصوصا أن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايب يعتبر من أقدم المعاهد المتخصصة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط. خلينا نعرف تفاصيل أكتر. معانا على تليفون الدكتور عمرو حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد. صباح الخير على حضرتك والجمعة مباركة. صباح الخير على سعادتك وعلى السادة المشاهدين وحضراتكم جميعا، ويشرفنا نكون موجود مع حضراتكم جميعا. أهلا بيك دكتور عمرو. لو ياريت توضح لنا إيه اللي بيشمل عليه الاتفاق المشترك الخاص بتدريب البحوث البحرية، وإزاي تم الاتفاق والاتفاق ده تم مع مين؟ أنا عايز أوضح الأول لحضراتكم، السلطة الدولية لقاع المحيط اللي هي تابعة للأمم المتحدة، كمعلومة للسادة المشاهدين وحضراتكم، كيفية إنشائها وأهمية إنشائها في هذا الموضوع. في 1960 حضراتكم ابتدى يحصل اكتشافات ضخمة جدا في البحار خارج المياه الإقليمية، في مجموعة من العناصر الهامة زي الذهب والزنك والكوبالت والتيتانيوم تم اكتشافها في الوقت ده في الستينات. ابتدى الاكتشاف دوت اصبح كان هينحصر على الدول المتقدمه فقط لا غير. حتى في الامم المتحده تم عرض سفير مالطا الامر على الجمعيه العموميه للامم المتحده، وقال ان هذه الثروات هتبقى حكر للدول المتقدمه فقط لا غير. فالجمعيه العموميه للامم المتحده اقرت بعد مفاوضات سنه 1970 وافقوا ان كل ما هو ثروات في اعالي البحار اللي هي خارج المياه الاقليميه للدول هي ملك تراث مشترك لكل دول العالم. والدول الناميه لها حق في هذا التراث، ولها حق ان هي يكون لها مشاركه في هذا التراث. ف 1970 تم التوقيع على هذه الاتفاقيه، وتم انشاء السلطه الدوليه لقاع المحيط تابعه لمنظمه تابعه للامم المتحده، وهي منظمه مستقله من المنظمات المستقله التابعه للامم المتحده. فتم التوقيع عليها 168 دوله، الاتحاد الاوروبي موقع عليها كعضو واحد من 168 دوله. نبدا دلوقتي حضرتك تبقى ابتدى تعمل التنظيم وابتدى تعمل القوانين واللوائح، ان الدول المتقدمه بيبقى تقسيم الاماكن العميقه في المحيطات والثروات اللي موجوده فيها للاستكشافات للدول المتقدمه، ان بيدفعوا رسوم لهذه الاكتشافات، هذه الرسوم بتعود على الدول اللي هي الناميه. في الوقت دوت احنا حبينا نستفيد كمعهد القومي لعلوم البحار، عملنا المركز النهارده في المعهد القومي لعلوم البحار لافريقيا وللشرق الاوسط، ان يتم التمويل لهذا المركز من جانب السلطه الدوليه لقاع المحيطات لنقل التكنولوجيا والتدريب للدول الناميه في كافه المجالات التي تخص علوم البحار. طيب. وهذه الاكتشافات من هذه الثروه، وننقل التكنولوجيا دي عندنا عشان حضرتك دي مهمه بالنسبه لنا في مصر في المرحله القادمه. طب ده رائع جدا، يعني الجانب التمويلي ده جانب مهم جدا. حابين نعرف من حضرتك بقى اوجه الاستفاده للباحثين وكل من يعمل في مجال علوم البحار، وخصوصا ان المركز ده مش مركز مصري فقط، احنا بنتكلم انه مركز هيبقى اقليمي، بوابه مصريه لافريقيا وللشرق الاوسط. اوجه الاستفاده بالنسبه للطلاب والباحثين في مجال العلوم البحريه يا فندم. تمام سعد. النقطة اللي عايزين نوضحها لحضرتك في غاية الأهمية، إن النهاردة الثروات الطبيعية للدول بتفقد قيمتها نتيجة فقد التكنولوجيا، لأن الدول عدم وجود التكنولوجيا بيخلينا ندفع مقابل وعدم وجود التكنولوجيا من الثروات اللي عندنا زي اكتشافات البترول حضرتك، شركات البترول بتخش ونادي. فالهدف كله إن احنا ننقل التكنولوجيا، ودي تنقل لطلاب الجامعات اللي بيجوا يتدربوا عندنا في المعهد علوم البحار، ودي يبقى فرصه للطلاب عندنا يتم التدريب لطلاب الجامعات ويتم التدريب للباحثين الموجودين في مصر، بالاضافه مع مشاركه الدول الافريقيه والدول العربيه في هذه الدورات اللي هتتم والبرامج التدريب اللي هتتم في المعهد القومي لعلوم البحار. يبقى احنا بننقل التكنولوجيا، بنخلق جيل جديد فاهم ايه هي التكنولوجيا الجديده، ايه البرامج الجديده. ليه؟ لان دي مهمه جدا. خلال حضرتك 50 سنه تركيزات المعادن اللي موجوده في قاع المحيط
والبحار تركيزاتها أضعاف أضعاف اللي موجودة على الأرض. فالنهاردة بعد خلال فترة معينة بعض المعادن الرئيسية الهامة زي التيتانيوم واليورانيوم والذهب هتبقى نادرة موجودة على الأرض. فهيبقى النهاردة الاتجاه كله للدول، حضرتك النهاردة الدول كل الدول المتقدمة بقى النهاردة صراع، حوالي النهاردة 30 اتفاقية موجودة استكشاف في البحار والمحيطات العميقة في خارج المياه الإقليمية. فدي غاية الأهمية لمصر إن احنا نكون موجودين. النقطة الأهم حضرتك إن هذا الصراع هيتطور لصراع شركات. صحيح. إن النهاردة بنلاقي دول نامية ما عندهاش إمكانيات بتتقدم إنها تاخد أماكن في المحيطات. نتيجة إن الشركات بتروح تشترك بهذه أسامي الدول النامية لأن عايزة تخش في عمليات الاستكشاف في أماكن المحيطات. طيب في استفادة هتبقى على الطلاب، يعني الطلاب نفسهم هيستفيدوا بشكل شخصي من هذه الاتفاقية، لو نقدر نقول ايه اللي ممكن يحصل وايه اللي ممكن يفرق مع الطلاب في المرحلة دي؟ النهاردة حضرتك المعلومة التكنولوجيا حضرتك لما توصل لهذا الجيل، لهذا الجيل متقدم بدري غير لما توصله هو في سن كبير حضرتك، لما هو يعرف الأساسيات والريجوليشن والابحاث ونبدا نعمل اكتشافات في مجال الابحاث والتحاليل الخاصه بالدراسات العميقه البحار، لان احنا عندنا حضرتك ما زالت برضه في ثروات موجوده ضخمه من المعادن في البحر الاحمر. ودي هتساعدنا في المستقبل عند احتياج الدوله لما تكون جاهزه فعندها التكنولوجيا وعندها هذه الامكانيات في اكتشاف هذه الثروات من الاجيال النهارده والاجيال الجايه ان شاء الله. هل في مدة محددة أو جدول زمني محدد لأعمال التدريب الدولي المشترك للبحوث البحرية دكتور عمرو؟ هو حضرتك ده تاني مركز أنشئ من السلطة الدولية لقاع المحيطات عشان نوضح. المركز الأول أنشئ الأولاني في الصين للدول الآسيوية، والمركز الثاني أنشئ للشرق الأوسط وأفريقيا موجود عندنا الحمد لله. وهذا المركز هيتب في الجمعية العمومية والكونسل اللي هو المجلس الأعلى للسلطة الدولية، بيتحدد بنتقدم بمجموعة برامج بيتحدد الموافقة والتمويل لهذه البرامج اللي هيتم تمويلها من السلطة الدولية خلال المعهد لعمل مجموعة البرامج والتدريب ونقل التكنولوجيا دي حضرتك. طيب دكتور أنا عارفة إن في طفرة نسائية في الأبحاث الخاصة بأعمال أو بالتنقيب في علوم البحار، في إنتاج علمي نسائي أكتر أو النسبة ممكن تكون الكفة بتميل أكتر للعالمات والباحثات؟ تمام حضرتك، هو السلطة الدولية حضرتك نتيجة نشاط إحدى الزملاء الدكتورة سوزان الغرباوي عندنا تم اختيارها ان هي عضو في الجندر النسائيه في السلطه الدوليه في الكوميتي اللي موجود المسؤول على البرامج التدريبيه للقطاع النسائي في مجال الابحاث. هي بقت عضو النهارده في الكوميتي اللي هو الموجود في السلطه الدوليه لقاع البحار حضرتك. عظيم. دكتور عمرو المعهد عندنا. دكتور عمرو ده شيء عظيم طبعا ورائع، دايما تمكين المراه ودورها كبير جدا في مختلف المجالات. حابين نروح لجانب اخر هو فكره الثروه السمكيه، لانه اكيد هذا التعاون الدولي ليه مردود ايجابي واقتصادي، وتوظيف هذا التعاون الدولي في تحسين المصايد والثروه السمكيه في مصر. تمام سعادتك، هو السلطه الدوليه حضرتك قطاع المحيطات هي منوطه بجزئيتين، الاستكشافات المعادن في قاع المحيطات وحفاظ على التنوع الحيوي اللي فيها الثروات السمكية. جميل. اللي موجودة والتنوع البيئي اللي موجود في البحار اللي هي خارج المياه الإقليمية للدول. فهنا النهاردة بيتم تمويل مجموعة من الأبحاث لتقييم قد إيه المخزون التنوع الحيوي والمخزون السمكي في المياه الدولية، سواء بعمليه الدراسات والابحاث ومجموعه البرامج والابحاث اللي بتتم، يعني دي نقطه في غايه الاهميه لان بيبقى في مجموعه من البيانات والتقييم لمدى هذا التنوع، هل هو ثابت، هل هو بيزيد، هل هو بيقل، فدي بيانات لازم تكون موجوده بالامم المتحده حضرتك.
طيب الفترة القادمة إيه اللي المفروض يحصل بخصوص التوسع الدولي في علوم البحار والمصايد؟ خطتنا هتكون إيه؟ بالنسبة لمنطقة الريسيرش، عشان نوضح حضرتك، هي في مجموعة هيئات دولية. إحنا عندنا دي السلطة الدولية الخاصة بالاكتشافات اللي هي خاصة بالمعادن. إحنا عندنا حضرتك، أنا نائب رئيس اللجنة الحكومية الدولية لليونسكو في باريس، ورئيس المجموعة الخامسة في أفريقيا. فدي مجموعة تانية للبرامج الخاصة بعلوم البحار، يعني في كافة المجالات، في حماية الشواطئ، في حماية البيئة البحرية، في حماية الاكتشافات اللي هي أماكن التجمعات الثروة السمكية، في تقييم التأثير السلبي لتغيرات المناخ على الشواطئ. فدي مجموعة من البرامج بتناقش، في موجودة في اليونسكو، بيتعمل برامج تدريب وبرامج نقل بنية أساسية للدول النامية فيها حضرتك. أعتقد أن احنا الفترة الجاية هنشهد أو هنشوف مشاركة كبيرة من مصر لهذه البرامج ومن الباحثين المصريين. كل الشكر ليك الدكتور عمرو حمودة، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد. شكرا جزيلا.